في البداية طبعا أنا بوجه الشكر لسيادة النقيب سامح عاشور على المعهد اللي هو عمله لكم ده، بالرغم إن أنا عارفة إن المعهد أنتوا طبعا متضايقين منه وبتقولوا إحنا يعني مش مستفيدين، لكن صدقوني ده أحسن حاجة عملها للمحاميين. ولو أنتوا حاولتوا تستفيدوا منه من كل معلومة أنتوا بتاخدوها، بمرور الوقت هتحسوا بمدى أهمية المواد اللي بتدرسوها، لأن طبعاً إحنا عارفين أنتوا خدتوا الليسانس إزاي، صح؟ فالليسانس اللي أنتوا خدتوه، يعني لو كنا بناخد الليسانس كما ينبغي أن يكون ما كناش محتاجين المعهد، لكن المعهد إحنا محتاجينه لأن المستوى بتاع الطلبة اللي عندنا في الكلية أنا بتحايل عليهم وأقول لهم بلاش المذكرات، بلاش المكتبات اللي هي قضت على على كل الكليات مش على ليسانس الحقوق بس. فإحنا بنشكر سيادة النقيب على المعهد، وأنا بتمنى إن أنتم تكونوا تستفيدوا منه أكبر استفادة ممكنة. بشكر الدكتور سامح صديق إن أتاح لي الفرصة إن أنا أتشرف بإن أنا أجي ألقي محاضرة لكم، وسعيدة إن أنا أتعرف عليكم وأتمنى إن أنتم تستفيدوا من المحاضرة. وبشكر الأستاذ إسماعيل مقرر المعهد، وأنا سعيدة إن أنا أتعرفت عليه، شخصية من الشخصيات الممتازة اللي الواحد يفخر بالتعرف عليها. هنبدأ بقى مع بعض المحاضرة. أنا بدرس مرافعات بس كمان أستاذ أساسيات البحث العلمي وفرنساوي، بس إحنا الفرنساوي نرجوه شوية، لأن طبعاً أنا عارفة إن الفرنساوي بالنسبة لكم هيبقى موضوع صعب دلوقتي. فأساسيات البحث العلمي اللي أنتوا كلكم متضايقين إن أنتوا المعهد بيدرسها، ده كلام خاطئ، لأن عشان أنت تبقى محامي ناجح لازم تكون عندك خبرة بكيفية البحث العلمي. البحث العلمي ده بنستخدمه في جميع مجالات الحياة، ولو ما كانش فيه بحث علمي ما كناش وصلنا للتطور اللي احنا وصلنا له في دلوقتي. لو خدنا في مجال الطب، زمان كان اللي بيجي له زايدة كان الناس خلاص اتحكم مات، انما لولا ان في ناس اطباء معتكفين وبيحاولوا ان هم يوصلوا الى علاج بافضل طريقه ممكنه اصبحت حاجه بسيطه، وهكذا كم كبير جدا من الحالات اللي احنا عارفينها في الطب كلها بقت بتتعالج. نفس الكلام بالنسبه للقانون. القانون ما يقلش ابدا، وكليه الحقوق ما تقلش عن كليه الطب، بل ان احنا انا بعتبرها يعني الشق الثاني، لانها كليه الناس كلها محتاجه لها. فاحنا النهارده بنتكلم عن اساسيات البحث العلمي. انا هتكلم عن البحث العلمي عموما وهطبق ده على فن المرافعه. يعني هناخد فن المرافعه وازاي احنا نعمل مرافعه ناجحه، بس بعد ما هتطرق شويه لاساسيات البحث العلمي. انا طبعا في اسكندريه بدرسها اسبوع واسبوع، فببقى ماشيه معاهم بالمنهج بالترتيب. معاكم بقى ربنا يسهل، لسه مش عارفه هيكون يعني ليا معاكم محاضرات قد ايه عشان اقدر ادرس لكم الماده بالترتيب. احنا كلمة البحث يعني التنقيب، التفتيش عن الفكرة، ازاي انا اوصل للفكرة. او انا الناس اللي هي بتعمل دراسات عليا بتيجي بتبقى عايزة تاخد فكرة، ازاي انا احصل على اشكالية بحث. انا النهاردة باحث عايز اعمل بحث، وانتوا طبعا مطالبين بعمل البحث. كان الترم اللي فات في موضوعين اللي هم حقوق وواجبات المحامي وضمانات المحامي في الدستور. الترم ده احنا في اسكندريه
كنا بنعمل بحثين، بحث عن مهنة المحاماة، والبحث الثاني كنا بندي حرية للباحث انه يختار موضوع من الموضوعات. فانا مش عارفة دكتور سامح الموضوعات عندكم زينا ولا نفس الموضوعات، فانتوا المفروض انكم بتعملوا بحثين او بحث. طب كلمة البحث، هو البحث ده انا اروح اجيب اعمله ازاي؟ ازاي اجيب فكرة للموضوع؟ ايه هي اشكالية البحث؟ انا النهاردة عشان احصل على اشكالية بحث، السؤال كيف تستطيع الحصول على اشكالية بحث؟ عندنا ثلاث طرق للحصول على اشكالية البحث. انا مطلوب مني بحث عشان اقدمه، ومش عايز اروح اشتري البحث. طبعا احنا عارفين ان في اماكن بيشترى منها الابحاث. عايزين انت تستفيد، انت تبقى باحث. انت النهاردة بتجيلك قضايا، ازاي انا اقدر احلل القضية بتاعتي؟ ازاي اطلع الاشكالية الصحيحة من الداتا اللي اداها لي الموكل؟ الموكل بيجي يديك كم كبير جدا من المعلومات. المعلومات دي قد تكون الاشكالية سطر واحد. فانا اكون محامي شاطر لو انا درست اساسيات البحث العلمي، وعرفت كيفية الحصول على اشكالية البحث، وعرفت مناهج البحث العلمي، هقدر استطيع ان انا اوصل للاشكالية من خلال الداتا اللي بيديها لك المحامي، بيديها لك الموكل. اشكالية البحث انتوا كباحثين ازاي تحصلوا عليها؟ من ثلاث طرق. الطريقة الاولى، انت بتنزل كل يوم المحكمة، كل يوم بتتعرض لكم كبير من المشاكل. ايه هي اكثر وقعة انت بتتعرض لها؟ على سبيل المثال، في قضايا جديدة اللي هي القضايا الالكترونية، الفيسبوك والاعتداء على الحسابات الشخصية، مش دي قضايا؟ وقضايا ملهاش لسه مفيش قانون، او هو مشروع قانون في مجلس الشعب، اللي هي القضايا الالكترونية، دي قضايا جديدة. يبقى دي داتا اهو، ادي اشكالية بحث، وابقى انا اول واحد بدرس الاشكالية دي. مثلا انت بتشتغل في الاسرة، بتلاقي عندك مشاكل كتير في الحضانة، بتلاقي عندك مشاكل كتير في النفقة، بالنسبة لقضايا الطلاق، بالنسبة للخلع. انا عندي مشاكل جديدة، كل يوم بكتشف اسباب جديدة للطلاق. طب ما انا عايز، يبقى انا بقى شخصيا مهتم مثلا بموضوع الطلاق، يبقى انا ده بجيبه من الواقع العملي. انت كمحامي عندك اشكالية معينة، كم من القضايا دي بحولها البحث من خلال الواقع العملي بتاعي. ببدأ اشوف اسبابها، بقترح معالجة للاسباب دي، هناخد المناهج اللي هنتبعها. تاني طريق من طرق الحصول على اشكاليات البحث، اللي هي ايه؟ اللي هي من خلال القراءات المختلفة للمناهج العلمية المختلفة. يعني انا النهاردة درست مرافعات، ومن خلال دراستي للمرافعات مثلا شفت الاختصاص، عندنا الاختصاص المكاني والاختصاص المحلي والاختصاص النوعي. انا كنت وانا بدرس حاسس ان الاختصاص النوعي، انا كنت مهتم جدا بالموضوع ده. طيب ما انا اعمل فيه بحث، اعمل بحث في الاختصاص النوعي ده. انا دلوقتي بقيت باحث، يبقى ادي اشكالية بحث انا ايه اقدر، ادي اشكالية بحث انا اقدر ايه اعملها بحث. طيب انا كنت قريت كتاب للدكتور وجدي راغب، وعجبني قوي مبادئ الخصومة. طيب ما انا اقدر، الدكتور وجدي راغب توفى سنة 70، هو ما حصلش تطور؟ حصل. يبقى اخد انا الجزئية دي وابدأ اعمل فيها بحث. يبقى اما من الواقع العملي، من واقع شغلي، او من القراءات السابقة اللي انا درستها،
يبقى اقدر اجيب اشكاليه بحث من خلال ايه؟ من خلال الواقع العملي بتاعي، من خلال القراءات اللي انا درستها قبل كده. الحاجه الثالثه من خلال رسائل الدكتوراه. جميع رسائل الدكتوراه او الماجستير في الاخر كده بتلاقوا الخاتمه. الخاتمه دي لها نتائج ولها توصيات. الباحث بعد ما بيكتب التوصيات مفيش حد بيقدر يدرس موضوع ويوصل بيه لنهايته. لازم يبقى في الاخر بيقول لك التوصيات ونوصي الباحثين بان هم يدرسوا الموضوعات الاتيه، ويبتدي يطرح مجموعه من الموضوعات. يبقى بجيب الرسائل دي وبشوف الاقتراحات اللي الباحثين بيطرحوها، واخد فكره من الرساله. تبقى الرساله دي عباره عن ايه؟ عباره عن موضوع الاشكاليه بتاعتي، موضوع في الرساله اللي انا قريتها. يبقى دي تالت طريق للحصول على اشكاليه البحث. يبقى انا النهارده ما اروحش بقى للدكتور، وما اروحش للدكتور سامح، وما اروحش للاستاذ سيد واقول له طب انا عايز اعمل بحث، انا هعمل البحث في ايه؟ انا عايز اعرف اعمل البحث بتاعي في ايه؟ البحث هعمله يقول لك والله طيب انت هتعمل لنا حقوق وواجبات المحامي، احنا ما شاء الله عددنا 1000، كلنا هنكتب في حقوق وواجبات المحامي؟ صعب. هتجيبوا ده، هتجيبوا معلومات منين؟ ما ينفعش. ففي الحاله دي انا مش هقدر ان انا اكتب في حقوقه مع كل الالف ده. يبقى قلنا بقى ايه؟ لازم نشغل مخنا، لازم احنا كمحاميين يبقى عندنا قدره على ان احنا نجيب اشكاليه بحث. وكلمه اشكاليه بحث عباره اللي هي العنوان، الموضوع اللي انا هعمل فيه البحث. واحنا النهارده النقابه سمحت لكم ان كل واحد يختار موضوع، الموضوع اللي انت حاسس انك حابب تكتب فيه. انت بتشتغلي في اسره، انت بتشتغل في جنايات، حضرتك بتشتغل في عمال، كل واحد حسب التخصص اللي هو شغال فيه. بالعكس هيفيدنا وهيدينا بحث. وبالمناسبة الأبحاث اللي بترقى لمرتبة البحث العلمي وبتعتمد على أساسيات البحث العلمي إحنا بننشرها. وما تستقلش ببحثك، ما جايز حضرتك تكتب فكرة الفكرة دي تكون فكرة ناجحة والأبحاث بتاعتكم بتتقرأ، ففي الحالة دي تكون أنت سبب من أسباب تطوير النقابة. ليه لأ؟ يبقى احنا قلنا عندنا ثلاث طرق للحصول على إشكالية البحث. الأول الواقع العملي، تاني حاجة القراءات السابقة، ثالث حاجة الرسائل العلمية. وكل واحد بيبحث في التخصص بتاعه. يعني مثلا هلاقي ناس عاملة دبلومات في العام أو دبلومات في الخاص أو دبلومات في العلوم الإدارية، في العلوم الجنائية. كل واحد، مفيش حد يبدأ يشتغل في موضوع إلا الموضوع اللي هو حبه. لأنك لما تشتغل بموضوع أنت بتحبه، ففي الحالة دي اللي هيحصل إنك هتبدأ تدينا موضوع ممتاز، هتدي موضوع كويس، هتبدأ تدي فكر كويس. خلاص؟ طيب العنوان اللي أنا أخده، إيه هي شروط العنوان؟ العنوان لازم يكون عنوان واضح وشامل ودال. عنوان البحث بتاعي يعني لازم يتصف بثلاث شروط. لو لقيت الثلاث شروط دول مش متوفرين في عنوان البحث بتاعك، اعرف انك ما اخترتش صح. من شروط العنوان ان هو يكون واضح وشامل ودال. بمعنى انا النهارده لو بتكلم عن حقوق الدفاع، خلاص؟ يبقى عايز انا كباحث بقى بتكلم عن حقوق الدفاع، حقوق الدفاع في قانون المرافعات. خلاص؟ لما اجي ادور على الداتا بتاعتي، على الكتب اللي هرجع لها، هروح ادور على كتب في الخصومه؟ يبقى لازم لما هدور على كتب بتحتوي على هذه الداتا. فالعنوان لما يكون واضح، يعني انا بتكلم مثلا على حقوق الدفاع،
يبقى ابقى عارفه كده ان العنوان ده كل الداتا اللي جوه هتبقى ايه هي حقوق الدفاع وايه هي عدم الاخلال بحقوق الدفاع. انا بتكلم عن اثر اتفاق التحكيم، اثر اتفاق التحكيم بالنسبه للغير، ده عنوان. النهارده العنوان ده كده بدون ما انا اقول خطه بحث والقصه اللي لسه هنتكلم فيها، يبقى عنوان واضح بيتكلم عن اتفاق التحكيم. اتفاق التحكيم ده ايه بالنسبه للغير؟ يبقى دي الرساله متقسمه، ده يعني بيدل على ما بداخل البحث. انتوا لما تيجوا تدوني بحث بيتكلم عن حقوق وواجبات المحامي، فالبحث ده بيبقى انا اول ما امسك البحث حقوق وواجبات المحامي، يبقى البحث ده مكون من ايه؟ مكون من فصلين، الفصل الاول حقوق المحامي، الفصل الثاني واجبات المحامي. فده يبقى انا كده خلاص عنوان واضح وشامل ودال بيدل على ما بداخله، دي شروط العنوان. طيب هتكلم على شروط البحث الناجح، ازاي انت تعمل بحث وتبقى مقدم البحث بتاعك وانت مقتنع وانت حاسس انك قدمت بحث صح. اول حاجه احنا قلنا العنوان، خلاص عرفنا الاشكاليه هنجيبها منين، تاني حاجه عرفنا العنوان، تالت حاجه عشان اعمل بحث في حاجه اسمها مناهج البحث العلمي. مناهج البحث العلمي دي هي عباره عن ايه؟ كلمه المنهج، المنهج هو عباره عن الطريق اللي بيسلكه الباحث من اجل الوصول الى الهدف، من اجل الوصول الى المعلومه، من اجل الوصول الى النتيجه. يعني انا النهارده عايز اعمل بحث عن ضمانات المحامي في الدستور، ادي العنوان بتاعه اللي سياده النقيب قال عليه، خلاص. طيب طيب هعمله ازاي؟ انا يعني انا عرفت العنوان، انا عمري ما عملت بحث، هشتغل البحث ازاي؟ وعايزه اتعلم بالمناسبه، وعايزه اتعلم، مش عايزه اروح اشتري البحث وادولهم والحمد لله عشان اخد الكارنيه بتاعي والدنيا تخلص. لا، الرجاء انكم تستفيدوا، ده وقت انتم جيتوا استقطعتوه من عمركم، فالوقت المستقطع من العمر لازم الانسان يستفيد بيه. فانا البحث لازم اعمله بنفسي، ولو مش لازم اعمله يبقى بنسبه 100% صح. ده انا لو عملته انا بنفسي وانا اللي كاتبه بنسبه 50% يبقى تاخد امتياز، طالما انت اللي عامله بنفسك. ايه هي بقى مناهج البحث العلمي؟ وهركز على مناهج البحث العلمي القانوني. اول حاجه، اول منهج من مناهج البحث العلمي القانوني المنهج التحليلي. يعني انا النهارده عادي عايز اشتغل البحث بتاعي، هستخدم المنهج التحليلي. ايه هو المنهج التحليلي باختصار شديد؟ طبعا الكلام اللي بقوله ده كلام كل واحد كل جزء فيه بيتعمل فيه محاضره، بس انا عايزه الم لكم اكبر قدر. المنهج التحليلي المنهج الذي يعتمد على تحليل الفكره. باخد ضمانات المحامي في الدستور وببدا كده اعمل ايه؟ اجيب نصوص الدستور الخاصه بالمحامي وابدا اعمل لها عمليه تحليل عشان اشوف اصل الضمانه جايه منين، وابدا اعمل وابدا اعلق على كل جزئيه من هذه الجزئيات. انا عايز اتكلم عن حقوق وواجبات المحامي، احلل الفكره اخليها جزيئات صغيره عشان من الجزيئات الصغيره دي اوصل في الاخر لمجموعة من الحقوق والواجبات للمحامي. تاني حاجة المنهج التأصيلي، يبقى المنهج التحليلي تحليل الأفكار، تحليل نصوص المواد، تحليل الأحكام. يعني احنا لما بناخد حكم من محكمة النقض بستخدم لازم استخدم المنهج التحليلي، ودلوقتي هنشوفه في فن المرافعة هنستخدم كل المناهج دي في ان انا بعمل مرافعة سليمة 100%،
مرافعه تلفت انتباه القاضي. لما اكون انا بستخدم اساسيات البحث العلمي في عمل المرافعه بتاعتي بتبقى مرافعه قيمه، مرافعه بتخلي القاضي يقول لا ده محامي مدرك اللي بيقوله. المنهج التأصيلي ان انا برجع من اسمه كده بأصل الفكره بتاعتي. انا عايز اشوف مهنه المحاماه بدأت سنه كام؟ امتى كان اول مدرسه للمحاماه؟ امتى اول نقابه للمحاماه؟ اول قانون محاماه اتوضع؟ وكان ايه هو القانون ده؟ وكانت ايه هي الشروط والمبادئ اللي اتحطت في القانون ده؟ لما جيب اول قانون للمحاماه اتحط مع القانون بتاع المحاماه الحالي واعمل مقارنه بينهم اقدر اعرف اشوف هي المهنه تقدمت ولا تاخرت. انا دلوقتي احنا كده كلنا بنقعد مع بعض ونقول والله المهنه مش عارف المهنه تدهورت ولا المهنه ارتقت انت بتتكلم على اي اساس؟ انا كده لما اقعد اتكلم معاك ده كلام ارتجالي، لا انا عايز كلامك مدعم باسانيد حقيقيه. يبقى دي هتجيبها منين؟ من تاصيلك للفكره. يبقى انا بجيب حقوق وواجبات، يمكن كانت في حقوق وواجبات زمان مش موجوده دلوقتي. يبقى انا البحث بتاعي بقول والله اول قانون محاماه تم وضعه كان سنه كذا وكانت في بعض النصوص بتنص على كذا، واحنا بنرجو من النقابه انها تطبق الماده دي. والبحث بتاعك هيروح استاذ اسماعيل هيقراه والدكتور سامح هيقراه وهيودوه لسياده النقيب، والله شوف الباحث ده كاتب افكار كويسه جدا وقال لنا قانون المحاماه سنه كذا كان فيه كذا. يبقى ده أهمية استخدام المنهج التأصيلي. نيجي المنهج الثالث بقى، علشان يكون البحث بتاعك بحث ناجح بس، وده بقى مفيش باحث ماجستير دكتوراه باحث زيكم إلا وبيستخدم المنهج المقارن. أنا علشان أحكم الناس عندي في اسكندرية أنا اللي بصحح الأبحاث، وعشان اعرف ان الباحثين دول راحوا كتبوا البحث بره، اللي بيكتب البحث بره بسقطه. فبقول لهم انا عايزه البحث لازم المنهج المقارن. المنهج المقارن ده هو اللي ما بيخليش اتنين يتفقوا على حاجه واحده. انا لما اكون باحث دكتوراه عشان اعمل دكتوراه صحيحه لازم استخدم المنهج المقارن. انتوا كمحاميين لا بتستخدموا كل يوم المنهج المقارن، وهقول لكم بتستخدموه ازاي، بس انت بتستخدمه عفويا كده، بس انت مش عارف انك بتستخدم المنهج المقارن. بتستخدم المنهج المقارن ازاي؟ عندك دعوه، الدعوه دي من المعروف لو قضاء اداري، القضاء الاداري بيعتمد على الصوابق القضائيه، فانا بروح اشوف الدعوه بتاعتي وعلشان احضر مرافعتي فبستند للصوابق القضائيه وبروح اجيب مجموعه من الاحكام وبروح اجيب تقارير هيئه المفاوضين في الواقعه اللي انا بشتغل فيها وبعمل عمليه مقارنه ما بين الدعوه بتاعتي وما بين الاحكام اللي صدرت قبل كده وببدا استند للاحكام دي. يبقى استخدمت منهج مقارن بدون ما اشعر ولا لا؟ استخدمت منهج مقارن. لما بروح اجيب احكام محكمه النقد علشان خاطر استند اليها، ولازم وانا بشتغل بكتب المذكره بتاعتي في اي واقعه بستند بقول والله والواقعه دي سبق ان محكمه النقد اصدرت حكم في تاريخ كذا بجلسه كذا وكان الحكم كذا، ولذلك انا بطلب لموكلك بناء على الحكم اللي صادر. يبقى عملت عملية مقارنة، أولا عملت عملية إيه؟ منهج تأصيلي، رجعت الأحكام النقد اللي قبل كده. منهج تحليلي، لأن أنا حللت المشكلة اللي أنا ببحث فيها، الواقعة القانونية للموكل اللي أنا بحاول إن أنا أوجد حل لمشكلته، ومن خلال إيه؟ تحليلي لأحكام محكمة النقد. يبقى استخدمنا، شوفوا في نفس القضية استخدمت منهج تحليلي،
استخدمت منهج تأصيلي برجوعي للأحكام السابقة، استخدمت منهج مقارن. يبقى محدش يقول إن أساسيات البحث العلمي مش مفيدة للمحامي، ده هو أصلاً بيستخدمها وهو غير مدرك. ما بالك بقى لو هو أدرك وفهم يعني إيه تحليل ويعني إيه تأصيل ويعني إيه مقارنة. فهنيجي بقى المنهج المقارن، أنا بطبقه لكم على شغلكم، لكن المنهج المقارن من المناهج المهمة جدا 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 ومصرية للبحث العلمي. احنا عندنا لما نيجي نشتغل في البحث بتاعكم بقارن بين ايه وايه؟ بقارن، احنا عندنا ثلاث مدارس للمقارنة. المدرسة اللاتينية اللي هي المدرسة اللي مدرسة القانون الفرنسي وجميع الدول التي حازت حذو القانون الفرنسي. المدرسة الجرمانية وهي المدرسة اللي تعتمد على القانون الألماني وجميع الدول التي حازت حذوها، هو مفيش طبعا اللي غير القانون الألماني بس. المدرسة الأنجلو أمريكية، ودي كل طبعا القانون الألماني والقانون الإنجليزي وجميع الدول اللي حازت حذوها. المدرسة الرابعة مدرسة الشريعة الإسلامية، ومدرسة الشريعة الإسلامية ما بشجعش الناس كلها تخش فيها، الناس كلها ما بتسمع كلمة الشريعة الإسلامية أسهل حاجة، أنا هعمل دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية. ده كلام غير صحيح. ليه؟ لأن الشريعة الإسلامية صعبة. مش معنى إن الواحد قرأ كتاب أو كتابين بقى فقير في الشريعة الإسلامية. اللي يدخل يعمل مقارنة في الشريعة الإسلامية لازم يكون دارس أصول دين أو دارس أزهر، لأن دي دراسة صعبة وما ينفعش حد يدخلها إلا واحد أصلاً عاش فيها. لكن إحنا كدراسة عادية ما ينفعش إن إحنا نعمل دراسة بالشريعة الإسلامية. خلاص؟ فيبقى المقارنة عرفنا عندنا أربع مدارس: المدرسة اللاتينية اللي هي القانون الفرنسي، المدرسة الجرمانية، مدرسة الأنجلو أمريكية، مدرسة الشريعة الإسلامية. نطبقها بقى على البحث بتاعنا. إحنا عددنا ما شاء الله، عايزين نعمل بحث عن حقوق وواجبات المحامي، وأنا قلت أنا مش عايزة حد يروح يجيب بحث من على النت ولا بحث من بره. يبقى البحث هيبقى إيه؟ دراسة مقارنة حقوق وواجبات المحامي في مصر والسعودية، حقوق وواجبات المحامي دراسة مقارنة بين مصر والإمارات، حقوق وواجبات المحامي دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون اللبناني. أنا واحد دراسة شاطر فرنساوي جدا، فهروح اعمل دراسة مقارنة بين القانون المصري وبين القانون الفرنسي؟ لا، انا دراستي في الانجليزي اقوى. اعمل دراسة مقارنة بين القانون المصري وبين القانون الامريكي، بين القانون الانجليزي، اي دولة من الدول الانجلو امريكية. يبقى عندنا كم كبير بين القانون الماليزي، يبقى هروح جايب قانون المحاماة المصري وقانون المحاماة الماليزي واعمل ايه؟ يبقى ده احنا استخدمنا المنهج المقارن في ان انا جبت القانون المصري وجبت القانون الامريكي. اقعد بقى، انا شاطر في الانجليزي عشان ابدا اعمل عملية تحليل لنصوص المواد المصري والانجليزي، وابدا اشوف وجه الشبه ووجه الاختلاف ما بين القانون المصري والقانون الانجليزي. هبدأ هنا اقدر اطور من القانون المصري، لان انا هلاقي عندهم في القانون الامريكي مزايا كتير للمحامين مش موجودة عندنا، هكتبها في البحث بتاعي. وزي ما انا قلت البحث بتاعك مش بيترمي، ده بحث بيتقري. لما انا الاقي بحث قيم، انا والله في باحث عمل لي بحث اديته امتياز، اديته امتياز وقلت لهم البحث ده لازم يتنشر لانه الراجل عامل بحث رائع استخدم فيه جميع اساليب البحث العلمي.
فلما انت استخدمت القانون المصري والقانون السعودي، على فكرة القانون السعودي حلو جدا، هبدأ أحلل القانون، وكمان بقى أنا أرجع بقانوني أنا للتأصيل، من هنا أقدر أوصل وأعمل بحث بسهولة وأخد فيه درجة علمية سليمة، درجة علمية ممتازة. ليه؟ لأن أنا عملت مقارنة، وأنتم مهما كان عددكم مش قد عدد الدول بتاعت العالم، مش عندنا كم كبير من الدول العربية، وقلنا هستخدم ثلاث مناهج من مناهج البحث العلمي، منهج تحليلي، منهج تأصيلي، منهج مقارن. والمنهج المقارن مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لو ما استخدمتش المنهج المقارن مش هجيب فكر جديد. انا النهارده القانون المصري، وكل الناس كتبت في القانون المصري، وكل الناس علقت على القانون المصري، يبقى ايه الفايده؟ ايه اللي عاد عليا انا؟ ايه اللي عاد عليك من المعهد؟ انت النهارده لما تستخدم المنهج المقارن وتقارن بين قانون وقانون، هتطلع بفكره، هتطلع بمعلومه جديده، يبقى البحث اللي هتقدمه وانت في النهايه بتكتب، لما نتكلم على النتائج والتوصيات هتخرج بنتائج ممتازه. يبقى لابد ان انا استخدم ثلاث مناهج، تحليلي وتأصيلي ومقارنة. خلاص؟ دول أساسيين في شغلنا، في كل شغلك كمحامي، تحليل وتأصيل ومقارنة. كل يوم أنت بتستخدم الثلاث مناهج دول، ولكن بعفوية مش بدراسة. لكن لما تدرس المناهج دول وتعرف تكوينهم وتركيبهم، كل منهج ده فصل كامل مكتوب فيه، بس انا بقول لكم العناوين والملخصات بتاعتهم. يبقى بحثنا هيكون بنستخدم فيه الثلاث مناهج دول. طيب احنا اتكلمنا عن اشكاليه البحث، انا بجيب اشكاليه البحث ازاي، اتكلمنا عن مناهج البحث العلمي اللي انا هتبعها ازاي. طب اعمل خطه بحث ازاي؟ أنا النهاردة عايز أعمل خطة بحث، أعمل إيه؟ أعملها إزاي؟ أجيب المعلومات اللي أنا هكتبها في خطة البحث إزاي؟ أنا ما عنديش معلومات، أنا ما عملتش أبحاث قبل كده، والأبحاث اللي كنت بعملها كنت بروح أجيبها يعني من على النت، بجيبها من المكتبة اللي قدام الكلية. عندكم برضو مكتبات قدام الكلية؟ بجيبها بروح يعني ب 50 جنيه، كانت زمان، النهارده بقى مع غلاء الاسعار والدنيا بقت ب 500. لا، انا عايزك تتعلم تعمل خطه بحث. عندنا منهجين من مناهج خطه البحث، المنهج اللاتيني، لو كان عندكم داتا شو كنت جبت لكم، لان انا الشغل ده عندي داتا شو بيوصل الفكره اكتر. عندنا منهجين لعمل خطة البحث، المنهج اللاتيني والمنهج الأنجلو أمريكي. المنهج اللاتيني اللي هو المنهج الفرنسي، قبل ما أدخل في شرح الخطة، أنت النهاردة اخترت حقوق وواجبات المحامي، أو اخترت الحبس الاحتياطي، أو اخترت الأسرة مثلا، محكمة الأسرة، اخترت المحكمة الاقتصادية، شروط الدعوة في المحاكم الاقتصادية، هل المحاكم الاقتصادية حققت الهدف الذي أنشئت من أجله؟ أنا عايز أكتب في المحاكم المتخصصة، هاخد الأسرة، هاخد المحاكم الاقتصادية. طيب أنا عرفت الموضوع، هعمل الخطة منين؟ علشان التقسيم اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي، انتوا عشان لسه اول مره تعملوا ابحاث، بتجيب بس كتابين. معروف انك عشان تعمل بحث بالنسبه للماجستير والدكتوراه، الماجستير بنجيب 65 مرجع عربي وبنجيب حوالي 10 اجنبي، ولو احنا بنعمل دكتوراه بنجيب 100 مرجع عربي و25 اجنبي. انتوا بقى اكسبشن لكم كده واوكازيون، بنجيب 10 مراجع بس. طب ال10 مراجع هجيبهم منين؟
العشر مراجع هتجيبهم بسهولة. بتجيب كتاب بيتكلم عن حقوق وواجبات المحامي في القانون المصري، وكتاب بيتكلم عن حقوق وواجبات المحامي في القانون السعودي. بتقرأ الكتاب من الخلف، بتجيب الفهرس بتاع الكتاب وبتنقل العناصر الموجودة في الفهرس. العناصر اللي موجودة دي هتبقى دي الداتا اللي أنا هشتغل منها. طب المراجع هجيبها منين؟ كل كاتب بيبقى فيه في نهاية الكتاب قائمة المراجع، بشوف الكاتب ده ايه هي المراجع اللي راجع لها. هلاقيه راجع لمئة كتاب، اخذ انا منهم 10، يبقى وفرت، يبقى من كتابين هجيب 20 مرجع. لحروح بقى 20 مرجع، كل جزئية ال20 مرجع دول مش هشتريهم، ده انا بصور الجزء بس اللي انا هتكلم فيه، مش هصور انا بس هتكلم عن الحقوق. فمن كل مرجع من المراجع دي باخد الحقوق بس وببدأ اعمل لها عناصر. هلاقي عندي مثلا حوالي 50 عنصر، ال50 عنصر دول بقى هم دول اللي انا هعمل منهم خطة البحث. احنا بنقوله عندنا منهجين في عمل الخطة، منهج لاتيني ومنهج انجلو امريكي. المنهج اللاتيني اللي احنا قلنا المنهج الفرنسي، وكنا زمان الجامعات بتاعتنا بتعتمد تماما على المنهج اللاتيني في الخطة اللي هو الثنائيات. يعني بعمل باب أول وباب تاني، وكل باب مقسم لفصلين، فصل أول وفصل تاني، وكل فصل مقسم لمبحثين، مبحث أول ومبحث تاني، وكل مبحث مقسم لمطلبين، مطلب أول ومطلب تاني. الموضوع ده صعب ليه؟ لأن علشان أنت تستخدم المنهج اللاتيني لازم تكون متمكن جدا جدا من الموضوع بتاعك، وتكون عندك القدرة على التوازن في البحث. يعني لو أنا عملت الباب الأول 100 صفحة يبقى لازم الباب الثاني 100 صفحة أو 120. لو عملته 140 يبقى أنت باحث مش شاطر. ليه؟ لأنك هتكون في جزئية من البحث أنت ما اديتهاش حقها في البحث. فإحنا النهاردة بدأت الجامعات تتخلى عن فكرة المنهج اللاتيني. المنهج اللاتيني عشان صعب، فبقينا نقول بنستخدم المنهج الحر اللي هو المنهج الأنجلو أمريكي. أنتوا طبعا علشان لسه أبحاثكم صغيرة فبيبقى فيه حر. المنهج اللاتيني الأنجلو أمريكي حر، يعني بعملهم فصل أول فصل تاني فصل تالت على حسب الداتا اللي عندي، أو بعملها مبحث أول مبحث تاني مبحث تالت، كل واحد حر بقى. هنا الايه؟ انا الداتا اللي عندي اللي انا لسه قايلاها، جبت 10 مراجع، ما مش هقدر اعمل البحث بتاعي الا مبحثين اتنين بس. خلاص مقبول، بس تعمل مبحثين صح، وكل مبحث هيبقى المبحث مكون من 3 مطالب 4 مطالب على حسب الداتا اللي عندك. يبقى المنهج اللي انتوا كلكم هتستخدموا منهج واحد اللي هو المنهج الانجلو امريكي، لأنه بيعتمد على حرية الباحث. الباحث غير مقيد، فما بيبقاش مثلا هتعمل لي المبحث الأول 30 صفحة ماشي، المبحث الثاني 20 صفحة مفيش مشكلة، بس ما ينفعش بقى تعمل لي المبحث الأول 20 صفحة والمبحث الثاني صفحة، يبقى أنت باحث مش فاهم. أنت حر بس في حرية مقيدة عشان أعمل أنا بحث صح. لازم أستخدم منهج صح. إحنا خدنا المناهج بتاعت الكتابة اللي هي البحث نفسه التحليلي والتأصيلي والمقارن. طب الخطة، الخطة هستخدم المنهج إيه؟ الأنجلو أمريكي، وقلنا المنهج الأنجلو أمريكي سهل. يبقى البحث بتاعكم هيبقى مقسم يا اما مبحث اول مبحث ثاني مبحث ثالث، او مطلب اول مطلب ثاني مطلب ثالث. يعني في حريه بس تكون حريه مقيده. يعني لو عملنا المطلب الاول 10، المطلب الثاني هيبقى 8، المطلب الثالث ممكن يبقى 6،
لكن ما ينفعش ان احنا يعني نعمل عليه بتر، نعمله صفحه او نص صفحه، ده معناه ان انت ما اديتش الفكره حقها. خلاص. طيب نيجي بعد كده المقدمه بتاعه البحث. مقدمه البحث عباره عن ايه؟ يبقى انا خدت العنوان، خدت مناهج البحث، خدت مناهج عمل الخطه، تمام. المقدمه بتاعه البحث بتاعي، المقدمه بتحتوي على 5 عناصر. يعني البحث بتاعك كده، احنا فاكرين من زمان كانوا الناس الكبار بيقول لك الجواب بيبان من عنوانك، فعنوان البحث بتاعك هو المقدمه. يعني انا اول ما بمسك البحث كده ببص فيه، مقدمه ممتازه، فانا اكيد هلاقي الكلام اللي جوه ممتاز برضه. المقدمه بتتكون ازاي؟ اول حاجه حوالي 15 سطر في الفكره بتاعتي. انا بتكلم عن حقوق وواجبات المحامي، بتكلم على ضمانات المحامي في الدستور، بتكلم عن محكمه الاسره كنموذج من نماذج التخصص القضائي. ال 15 سطر دول بقول نظرا لاهميه مهنه، يعني على سبيل المثال، نظرا لاهميه مهنه المحاماه وهي مهنه مقدسه والمحامي، وابدا ايه ال 15 سطر دول بفهم اللي قدامي ان انا هتكلم في البحث ده عن المحاماه. بعد كده يبقى الخطوه، العنصر الاولاني بكتب واحد، او اولا اشكاليه البحث، وبروح حاطط خط. إشكالية البحث دي بقى هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الموضوع اللي أنا خدته. إشكالية البحث بتاعتي هي عبارة عن حقوق المحامي، نظرا لأهمية مهنة المحاماة وأهمية حقوق المحامي مثلا، وببدأ أقول بقى أنا هتعرض لحقوق المحامي في القانون المصري، وهتعرض للمحامي في القانون، وأبدأ أقول إيه؟ فكرة عن الموضوع بتاعي. يبقى دي نمرة واحد، العنصر الأول إشكالية، بكتبه كده. يعني المقدمة فعلا كده زي ما أنا بقولها 15 سطر. تاني، أول حاجة بقى عنصر إشكالية البحث. تاني عنصر أهداف البحث. أنا بتكلم ليه؟ أهمية البحث بتاعي، مش لازم تفهمني أنت اخترت الموضوع ده ليه؟ اخترت ليه محكمة الأسرة؟ نظرا لأهمية الأسرة، وإن الأسرة أساس المجتمع، وإن محكمة الأسرة بيتوافد عليها أعداد كبيرة، وإحنا محتاجين نطور محكمة الأسرة، محتاجين نطور مكتب تسوية المنازعات، علشان خاطر إذا كان مكتب تسوية المنازعات يستطيع يحل الدعوة قبل ما تنتهي للقاضي، فإحنا وفرنا عدد، يعني عدد كبير من القضايا. أبدأ أشرح أهمية البحث. يبقى أول حاجة إشكالية البحث، تاني عنصر بكتب ثانيا أهداف البحث، أهمية البحث، تالت حاجة بقول منهج البحث. يعني بكتب كلمة منهج البحث دي وبحط تحتها خط وبشرح، بقول وقد استخدمنا المنهج التحليلي والمنهج التأصيلي والمنهج المقارن عن طريق أول حاجة استخدمنا المنهج التحليلي بتحليل نصوص مواد القانون المصري وتحليل مواد نصوص القانون السعودي من أجل التوصل إلى أوجه الشبه والاختلاف بينهما. والمنهج التأصيلي، واستخدمنا المنهج التأصيلي من أجل الوصول إلى أصل القانون، وهل حدث تطور في هذا القانون ولا لا؟ تمام؟ ثم المنهج المقارن بمقارنة القانون المصري والقانون السعودي. ده اللي بكتبه في منهج البحث. يبقى العنصر الأولاني إشكالية البحث، تاني حاجة أهمية البحث أو أهداف البحث، تالت حاجة منهج البحث، رابع حاجة صعوبات البحث. صعوبات البحث، أنا وأنا بشتغل البحث بتاعي واجهت صعوبات، الموضوع ما لقيتش فيه مراجع كتيرة، كنت عيان، وكنت بمر بظروف صحية. على فكرة بنكتب الكلام ده لأن اللجنة اللي بتقرأ
يعني استاذ الدكتور سامح واستاذ سيد لما تكتب لهم انا كنت بجد صعوبه في اللغه الفرنسيه وحاولت واجتهدت ورحت وجبت مراجع، دي كلها ليها تقدير. يبقى دي صعوبات البحث. اخر حاجه خطه البحث، هو بكتب كده بقى العنصر، بكتب خطه البحث وحط خط وقد استخدمنا المنهج الانجلو امريكي في عمل خطه البحث وقمنا بتقسيم البحث الى مبحث اول، مبحث ثاني، مبحث ثالث، او مطلب اول، مطلب ثاني، مطلب ثالث. يبقى دي كانت المقدمه بعناصرها، والمقدمه دي بتستخدم في جميع الابحاث. لما تكتب المقدمه بالطريقه دي بالعناصر دي، اللي بيصحح البحث بيبقى فاهم انك فاهم بحث علمي. يبقى خمس عناصر للمقدمه، اشكاليه البحث، مقدمه 15 سطر، اشكاليه البحث، اهميه البحث، منهج البحث، صعوبات البحث، خطه البحث. خمس عناصر دول لما بيتواجدوا في المقدمه بنعرف ان الباحث ده باحث شاطر، باحث فاهم. خلاص، يبقى خدنا الاشكاليه، خدنا المقدمه، خدنا مناهج البحث، وخدنا مناهج بحث عمل الخطه. طبعا احنا المفروض عايزين نتكلم على كتابه البحث، بس الكتابه ازاي بقى اقرا؟ يعني احنا عندنا القراءه، هشرح لكم القراءه بعد. احنا خلصنا بقى الحاجات الاساسيات، هخش بقى في الايه؟ في الكتابه، ازاي اكتب؟ انا جبت المراجع، اخترت الموضوع، عرفت المناهج اللي انا هستخدمها، عايز اكتب. هنقل، يعني انا النهارده جبت العشر مراجع، هاخد كل صفحه انقلها كما هي ولا هعمل ايه؟ عايزين نعرف القراءه وانواعها. ايه ده، هي القراءه ليها انواع؟ ما احنا بنقرا طول عمرنا. لا، احنا بنقرا غلط. القراءه وانواعها، عايزين نعرف ازاي نقرا، ازاي اقرا، ازاي اقرا الدعوه، ازاي اقرا المذكره، ازاي استفيد من الدعوه اللي انا بشتغل فيها، ازاي المذكره اللي انا بقراها عشان استفيد منها، ان انا واحد زميلي كاتب مذكره حلوه عايز اخدها منه واقراها، بس انا هقراها وانقلها. في استاذ كبير كاتب مرافعه حلوه، انا عايز استفيد من المرافعه بتاعته، هاخدها كده واروح شايل الاسم المدعي ولا المدعي عليه واخدها كده، لا، عايز اتعلم اقرا. خلاص، اول حاجه، اول نوع من انواع القراءه، القراءه الايه؟ المبدئيه، القراءه العاديه اللي هي قراءه الجرايد. انا بمسك كده المرجع في الجزئيه اللي انا عايزاها بقراها بسرعه، قراءه عابره. انت لما بتقرا الجورنال يعني قرايه كده، مجرد انك انت مريت على العناوين بس، مريت على الموضوع. دي القراءه الاولانيه، القراءه المبدئيه اللي انا بستفتح بيها الموضوع. بعد ما قريت القراءه البسيطه دي ما طلعتش بحاجه، لان احنا قلنا هي قراءه جرايد، بس العين، خلي بالكم العين بتلقط. اما اجي بقى اقرا القرايه الثانيه اللي هي اسمها القراءه ايه؟ القراءه العاديه، القراءه اللي بحاول افهم منها. فلما اجي اقرا المره الثانيه، الكلمه دي انا مريت عليها فعلا. القراءه دي، القراءه العاديه دي، بدات بقى عيني بقى ايه؟ وفي ايدي قلم، بدات اركز. لا، تاخد بالي، لا ده الحته العنصر ده مهم، حاطه خط تحتيه. القراءه اللي بعد كده بقى القراءه المتعمقه، اللي انا خلاص بقى قريت اول مره استكشاف كده، بصيت الكلام لفت نظري، بنقوله لفت نظري وانت ماشي بتقرا يافطه، لفتت نظري. لكن لما تكون حابب انك مهتم بالموضوع هترجع تاني تجيب ورقه وقلم وتنقل العنوان وتنقل رقم التليفون. القراءه المتعمقه بقى هتصل، صح؟ هتصل بالمكان اللي انا نقلت رقم التليفون. القراءه المتعمقه ان انا هبدا اقرا واركز. هنا بقى نبدا بقى ايه؟
الجملة والفكرة والفقرة عجبتني، الورقة وقلم في ايديا، أعيد صياغة اللي أنا قريته. أنا بقى إيدي قراءة متعمقة، يعني أنا خلاص الفكرة استحوذت عليا، ورقة وقلم وأبدأ أكتب الفكرة من وجهة نظري أنا. شوفوا بقى، يعني لو حد اداك مرافعة جميلة، بس انت مش هتعرف لو اتكلمت بنفس الاسلوب اللي هو اتكلم بيه ممسوخة. لكن انا لما عجبتني المرافعة قعدت صياغتها باسلوبي، قعدت صياغتها بشخصيتي، بتنطبق شخصية الباحث على كلامه. يبقى لما انت لو واقف بره القاعة وفي واحد زميلك جوه واقف بيترافع، وانتوا اتنين تقولوا على فكرة ده الأستاذ محمد هو اللي بيترافع جوه، طب انت بره عرفت منين ان الأستاذ محمد اللي بيترافع جوه؟ عشان الأستاذ محمد له بصمة في مرافعته، هتلاقي له لازمة. مش كل واحد كده بتلاقي له لازمة في كلامه، صح؟ يبقى هتكتب الفكرة بقى دي القراءة المتعمقة بأسلوبك. يبقى الورقة والقلم في ايديا، واروح كاتب الفكره اللي عجبتني، اعيد صياغتها بطريقتي انا، ببصمتي انا. خلاص، بعد ما قريت، يبقى قرينا الثلاث انواع، قراءه عاديه اللي هي قراءه جرايد استكشافيه، قراءه عاديه، قراءه متعمقه. نمره 4 بقى، القراءه الانتقاديه. انا كتبت الفكره، كتبتها باسلوبي، هقرا اللي انا كتبته وفي نفس الوقت مع اللي موجود هلاقي في نقد. ده انا طب في فرق بين اللي انا كتبته وبين ده؟ لا، المؤلف ده كانت في جزئيه غفلت عنه، كان مفروض يضيف كذا بس هو ما ضافهوش. لا، انا ضفت فكره بس مش متوافقه مع الفكره الموجوده، هبدا انتقد نفسي وانتقد الكاتب. دي اسمها انتقادية، وابقى في صراع مع النقد واتكلم مع نفسي، هوصل للايه؟ للفكرة الصح. اروح بقى كاتب في من بعد القراءة الانتقادية دي الفكرة بقى اللي انا عايز احطها، فكرتي انا، هروح هي دي الفكرة اللي انا هكتبها في البحث. يبقى خدنا 5 انواع من القراءة، القراءة اللي بكتشف بيها، القراءة العادية، القراءة المتعمقة، القراءة الانتقادية، وفي النهاية بكتب الفكرة الخاصة بيا. ببدأ بقى يبقى خلاص الفكرة دي بقت بتاعتي أنا كتبتها، بروح بقى شايلاها وحطها في المطلب اللي أنا بتكلم عنه في البحث بتاعي، وهكذا القراءة كلها بتكون بالخطوات دي. ان شاء الله لو ليا يعني هاخد معاكم محاضره بعد كده هتكلم ازاي تكتب البحث واسس الكتابه، وازاي الامانه العلميه والهوامش، الهامش اللي احنا وظيفته ليه وظيفه خدميه وليه وظيفه امانه علميه. بسرعه هتكلم على المرافعه، فن المرافعه، علشان اطبق عليه اللي انا قلته بسرعه وفي عجاله في البحث العلمي. قبل ما اتنقل للمرافعه، يعني انتوا استفدتوا الى حد ما من المناهج والكلام اللي احنا قلناه؟ هنيجي بقى للمرافعه. المرافعه دي فن ايه؟ فن الابداع. ازاي اكون عندي قدره على اني اكون مبدع، على اني اوصل فكرتي، ازاي اكون استطيع اقف قدام القاضي ودافع عن موكلي. فلو انا عندي موهبه، عندي الموهبه، في ناس كده عندها قدره على انها بتقف وتوصل فكرتها. المرافعه هي اللي بتدي للقاضي، بتفتح عينيه، اللي بتقول له ادي القاعده القانونيه اللي انت هتطبقها، بس بشطارتي
بشطارتي ان انا اوصل له من خلال مرافعتي المبادئ والقواعد القانونيه اللي يجب ان تطبق بطريقه يعني ايه ما بين السطور. دي المرافعه واهميتها. هنيجي ناخد طب المرافعه دي احنا مش من شويه قلنا ان العنوان لازم يكون واضح وشامل ودال. المرافعه كمان يجب ان تكون ايه؟ تكون صحيحه وواضحه وممتعه. انت لو واقف بتتكلم كلام مش معتمد على اسانيد ومش معتمد على احكام ومش معتمد على قواعد قانونيه صحيحه هتلاقي ان القاضي مش ملتفت اليك. لكن لما تكون المرافعه بتاعتك صحيحه وواضحه وفي نفس الوقت باسلوب وبصياغه سهله. يعني ايه؟ مش الشطاره ان انا اكتب مرافعه بقى وفيها كلمات صعبه عشان ما يفهمش. ما هو كل ما انا قلت له كلمات صعبه وما فهمهاش يبقى انا كده شاطر. لا، الوضوح والصحه وانها تكون مرافعه جذابه بتجذب انتباه القاضي. خلاص؟ يبقى احنا بنفس القصه قلنا العنوان واضح وشامل ودال. هي المرافعه بتكون ايه؟ واضحه وصحيحه وجاذبه لانتباه القاضي. طب دور المحامي قبل المرافعه. المحامي ليه دور قبل المرافعه وليه دور بعد المرافعه؟ انا بقول لكم برضو فن المرافعه في عجاله. دور المحامي قبل المرافعه عباره عن ايه؟ اول حاجه دراسه المستندات. لازم يقرا المستندات المقدمه اليه دراسه وافيه ومتفحصه ولا يخفى النقطه في الوقائع اللي الموكل بتاعه عطاها له. هنا بقى القضيه كل قضيه بتجيلك هي عباره عن بحث علمي. كل قضيه بتجيلك بحث علمي. اول ما الموكل بيجيلك هو بيقعد يحكي، هو بيحكي وانت معاك ورقه وقلم بتكتب كل كلمه. وفي البدايه ما بنستهنش بكلمه بيقولها الموكل. ليه؟ لان قد تكون كلمه هو قالها عفويه لكن هي مفتاح القضيه. بيقدم لك مستندات. دورك قبل ما تكتب المرافعه، احنا خلاص عرفنا وبحثنا وشفنا القواعد القانونيه اللي هتطبق على النزاع، اقوم جايب كل المستندات دي وابدا افحص مستند مستند علشان لما اجي اكتب المرافعه بتاعتي اكتبها بناء على اسانيد فعليه. لما القاضي يقول لي فين المستند اللي انت استندت اليه؟ انت النهارده قلت له وقعه معينه، فهيقول لك فين المستند؟ ده انا لسه قبل ما وانا بكتب المرافعه المستند كان معايا ومجهزه. ابقى محامي يقظ، مرافعتي مرافعه يقظه، ما تبقاش كلام وبس، ده كلام مدعم باسانيد. ولازم اكون انا محامي شاطر. لما بعتمد على اسانيد بستخدم اساليب البحث العلمي اللي احنا اتكلمناها من شويه. لكن انا لو ما عنديش اساليب بحث علمي هكتب مرافعه ارتجاليه. المرافعه الارتجاليه ما بتجيبش حقوق. خلاص؟ يبقى اول حاجه قلنا ان احنا ايه؟ دراسه المستندات قبل المرافعه. تاني حاجه مناقشه الموكل. بجيب انا خلاص انا درست القضيه وخلاص. لا بس انا قبل ما ترافع بجيب الموكل بتاعي. خلي بالك القضية بقى احنا الموضوع كذا وكذا وكذا والمستندات كذا وكذا وكذا، عندك حاجة نسيت تقولها لي؟ طب المستند دوت على سبيل المثال كان مستند عرفي. المستند العرفي ده طب في حد كان موجود ساعة كتابة المستند؟ في حد كان شاهد؟ عشان لو القاضي سألنا نبقى احنا جاهزين قبل المرافعة، لأن في نقط قد بتكون سقطت منك في السكة. فاحنا ايه؟ براجع نفسي قبل المرافعه. يبقى دراسه المستندات،
مناقشة الموكل الحاجات دي مهمة قبل ما أقف قدام القاضي، لأن أنا لو وقفت قدام القاضي وغلطت غلطة خلص الموضوع. وطبعاً أنتم حضراتكم إيه عارفين الكلام ده. إعداد المرافعة، أنا هعد المرافعة إزاي؟ هعد المرافعة إزاي؟ إن أنا بحدد موضوع الدعوة، أبدأ بقى كده أشوف موضوع الدعوة بتاعتي. الدعوة بتاعتي كانت بتتكلم عن إيه؟ إنه النقط الهامة في الدفاع، وأنا بكتب المرافعة هركز على النقط الهامة في الدفاع. في حاجات أنا هستند عليها قوية ودي اللي هركز عليها. يبقى أول حاجة موضوع الدعوة، تاني حاجة النقاط الأساسية في الدفاع، نمرة تلاتة النقط الضعيفة اللي الخصم بتاعي هيدخل لي منها. يبقى المرافعة أما باجي أعدها بركز على ثلاث حاجات: موضوع الدعوة ونقاط القوة ونقاط الضعف. أركز أخلي بالي من النقطة الضعيفة اللي الخصم هيستنى نقطة الضعف بتاعتك علشان يدخل لك منها، تكون أنت أذكى منه ومحضر في مرافعتك إجابة على نقطة الضعف بتاعتك، وتحاول تعمل إيه؟ بحث في القواعد القانونية اللي هي مطبقة على الواقعة دي. جايب بقى أحكام نقض، جايب أحكام قضاء إداري لو هي إداري، جايب أحكام محاكم عمالية، وارجع للأحكام القديمة التأصيل اللي أنا بتكلم عليه علشان خاطر يبقى عندي أنا كم كبير من الأحكام أنا بستند عليه. يبقى لما يكون أنا قدام القاضي بتكلم وبعدين أكون عندي القدرة على إيه؟ على إن أنا آخد من الحكم الجزء اللي يتناسب مع إيه؟ مع الدعوة بتاعتي. يبقى أنا ما إيه؟ أكون لا مرافعتي بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة. يعني أتكلم أكون عندي القدرة على إني آخد من الحكم ما يتناسب مع الدعوة بتاعتي في المرافعة. يبقى موضوع الدعوة التركيز على حقوق الدفاع ونقاط الضعف في الموضوع بتاعي. بعد كده المحامي بقى في المرافعة لازم يبتعد عن ايه؟ يبتعد عن، هو رجع لمراجع كتيرة عشان يكتب المرافعة، عشان يجيب القاعدة القانونية اللي هتطبق على النزاع وهيقولها في مرافعته. رجع ل 15 مرجع، وراح للدكتور السنوري سنة 34، وراح للدكتور أحمد أبو الوفا. ما يقفش بقى قدام القاضي ويقول له وقد رجعنا إلى المراجع كذا وكذا وكذا لا، الابتعاد عن ذكر المراجع في المرافعة ما ينفعش. انت بتجيب الداتا اللي هي خاصه بموضوع، وما تقعدش بقى تقول وانا 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 لا، شغلك هو اللي هيتكلم. مرافعتك اللي بتعتمد على الاسس العلميه هي اللي هتتكلم عنك، هي اللي هتلفت انتباهه، هي اللي ده ايه المرافعه الممتازه دي؟ ايه المرافعه المرتبه دي؟ ايه المرافعه اللي المحامي بدأ بمقدمة شرح لنا موضوعه، بدأ دخل في حقوق الدفاع، ركز على نقاط القوة في الدعوة بتاعته، وفي نفس الوقت ما أغفلش نقاط الضعف. تمام؟ بعد كده صياغة القاعدة القانونية صياغة صحيحة. المحامي لازم يكون حذر في الصياغة بتاعته، لأن الصياغة القانونية بالنسبة للمحامي دي من أدوات شغله. يعني ما ينفعش يكون محامي إلا لازم يكون ممتاز في الصياغة القانونية. صياغة القواعد القانونية اللي بيستند إليها في دفاعه صياغة دقيقة جدا، لأنه قد يصيغ صياغة مش صح تؤدي إلى فهم خاطئ عند القاضي يترتب عليه حكم غير صحيح. فلازم يبقى هو لما يجي يعمل صياغة المرافعة يكون قاعد خالي الذهن، ما ورهوش حاجة إلا إنه هيكتب المرافعة بصياغة قانونية صحيحة ودقيقة.
تمام؟ ويكون بقى عنده في مناقشة أقوال الشهود مرتب. طيب احنا انا كنت عايزة اكمل لكم المرافعة، بس طبعا نظرا لان في ناس تانية عندها محاضرة، فانا سعدت بيكم وبشكركم.